هذا البرنامج برعاية تحتفل قناة ليبيا الحدث اليوم بعيدها الثالث الذي يتزامن مع اليوم العالمي للصحافة. ليبيا الحدث التي عملت بجد طيلة العامين الماضيين وكانت مع المواطن لحظة بلحظة. كانت الدعم الرئيسي لقواتنا المسلحة والإعمار والمجتمع المدني مع المواطن في الشارع، في البيت، في المستشفى، داخل البلديات، ترصد لكم الأخبار بمصداقية. قناة ليبيا الحدث المصدر الرئيسي للأمن والأمان. ها هي اليوم تواصل بثها لكم وعلى العهد باقية ببقاء القوات المسلحة، باقية من أجل الأمن والاستقرار، باقية من أجل الوطن ووحدة سلامة أراضيه. أهلا بكم في برنامج أخبار البلاد الذي ينفرد اليوم بمراسلي القناة كونهم الشريان الرئيسي والحيوي لها، ليحدثون عن عمل المراسلين والتحديات التي تواجههم خلال العمل وتغطياتهم لأعمال البلديات وخلال السنتين الماضيتين، ماذا الذي تغير في المناطق الواقعين فيها. قناة ليبيا الحدث تحتفل بعامها الثالث، سهرة خاصة مع مراسلي قناة ليبيا الحدث ومراسلي قناة ليبيا الحدث في ضيافة برنامج أخبار البلاد. أرحب بضيوفي أو في هذه السهرة العائلية الخاصة باسط فيتوري مراسل قناة ليبيا الحدث في طبرق. أهلا وسهلا بك باسط. أهلا وسهلا بك خويا حمدي، وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة ليبيا الحدث. أهلا وسهلا بك. أرحب أيضا بالزميل علي الرهقان مراسل قناة ليبيا الحدث بالمرج. أهلا وسهلا بك علي. زميلي حمدي، أهلا وسهلا بك وكل مشاهدي ليبيا الحدث. أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا عبر الأقمار الصناعية الزميل فهمي القبايل المراسل الحربي لقناة ليبيا الحدث جابية. أهلا وسهلا بك فهمي. مرحبتين بك أخويا حمدي وكل ضيوفك الكرام. شاء أهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، اليوم يعني حلقة عائلية خاصة لمراسلي قناة ليبيا الحدث كونهم الشريان الرئيسي والحيوي. نبدأ معك علي في البداية، كل عام وانت بخير. انت بألف خير، وكل العاملين في قناة ليبيا الحدث كل عام وهم بألف خير. يعني علي، نحن وكذلك باسط وفهمي، نحن مربوش نكلف رواحنا حتى في الحديث. يعني احكي لي في البداية علي، يعني شن تعني لك قناة ليبيا الحدث منذ بداية العمل فيها؟ ليبيا الحدث تعني لي كثير، تعني لي 3 سنوات من العمل، تعني لي 3 سنوات من العمل على التقارير وعلى التصوير من جبهات القتال إلى الحياة المدنية. كانت بداية حقيقية لي هذه القناة الثالثة التي أعمل بها. ليبيا الحدث بيت ثاني تعني لي، يعني زيها زي الأسرة، فأخذت أكثر، بل نقول لك أن أخذت أكثر من حق الأسرة، لكن مش خسارة فيها ولا خسارة في المجهود اللي درنا فيها. ليبيا الحدث انتماء، وطنية، قضية أهمها الوطن، الجيش والشرطة. ليبيا الحدث انتماء لنا أولا وآخرا. نعم، يعني باسط، المراسل في قناة ليبيا الحدث يعني ربما يعني مقبول بشكل كبير في بعض المناطق، نقدر نقوله في طبرق، في المرج، في بنغازي، في البيضة، نقوله المنطقة الشرقية بشكل خاص، يعني حتى في جزء من المنطقة الغربية. احكي لي علي، قبول الناس، أنت كمراسل يعني خدمت في مدينة طبرق وكان لك يعني أعمال كثيرة عرضت على قناة ليبيا الحدث، احكي لي علي قبول الناس لقناة ليبيا الحدث في مدينة طبرق بشكل خاص. يعني حقيقة حمدي، الناس في مدينة طبرق وين ما يحقوا لوجو الحدث، حقيقة يعني لها قبول كبير قناة ليبيا الحدث، يعني
ترحاب كبير بالقناة وعارفة أن القناة توجه وطني. يعني في قبول حتى من خلال لما تكون في حفلات عامة يعني أو حفلات وطنية يعني؟ يعني هل في مثلا مضايقات في حد يضايق؟ لا لا كذا؟ لا الحق ما فيش. لا هل تبرق عامة بأمانة؟ يعني قناة ليبيا الحادة تشكل لهم حاجة كبيرة بالأمانة. تمام فهمي، مرحبتين بك يا فهمي مرة أخرى. مرحبتين بك أخوي حمدي. يعني فهمي أنت واكبت أحداث كبيرة، نقدر نقول أحداث عسكرية أكثر شيء، وكنت يعني ضمن القوات المرابطة في خلال حرب تحرير الموانئ النفطية. احكي لي علي مدى فرحة الناس بوجود القناة اللي بثت الأمن والطمأنينة، أن في شيء يعني مميز موجود بينهم لينقل الحدث لحظة بلحظة. أخويا حمدي في البداية نحب نهني قناة ليبيا الحدث وكل الزملاء وكل المشاهدين قناة ليبيا الحدث. ليبيا الحدث يعني عمرها تقريبا قرب عن سنتين تعبنا فيها، وكان أغلب عملنا كمراسلين في المحاور القتال. إن شاء الله حنكون في الأيام القادمة توجهنا كله في الحياة المدنية، الحياة الاجتماعية، الحفلات. يعني الفترة الماضية كان أكثر همنا وأكثر شغلنا هو شغلنا مع الجيش، مع القوات المسلحة، لمتابعة كل أخبار الجيش لنقلها للمواطن بالصورة الحقيقية. يعني طيب يعني فهمي أنت ممكن انفردت نوعا ما بتغطية الأحداث العسكرية، لكن يعني خلينا نحكوا على هل الجابية بشكل خاص. يعني هل الجابية دائما يشكو أن ما فيش تغطية للأحداث المدنية؟ يعني كيف يمكن أن نحن اليوم نحكو لهم على الظروف اللي واجهت فهمي في تغطية الأحداث المدنية خاصة في الفترة اللي فاتت؟ يعني ما هو حكيت لك أنا في البداية يا أخوي حمدي وكلام الجميع، يعني فانفردنا نحن كان أكثر همنا شغل مع القوات المسلحة مساعدة للقوات المسلحة. يعني العمل الميداني كنا نغطله بنسبة يعني مش أكثر من يعني في بنغازي كان محور سوق الحوت واخذ أكثر همنا، والصابري كان أكثر شغل همنا يعني في المحاور القتال. لكن إن شاء الله بإذن الله يعني حتكون الأيام القادمة مع هذا كله يعني حاولنا نوفر يعني شغل نكثروا أكثر شغل في جدابية بمجهوداتنا يعني قناة تيب الحدث. يعني نعم. طيب يعني علي أكيد يعني فيه ناس يشكو أن علي مقصر معانا، رغم أنك أنت يعني دائم التواصل مع قناة ليبيا الحدث ودائم يعني حتى يعني تزودها بمواد بفيديوهات بصور وغيرها بضيوف وإلى آخره. يعني كيف يمكن أن نحن نحكي اليوم لعرب المرج أن نحن أني أنا كمراسل يعني مش مقصر معاكم، وأني أنا قدمت الكثير وغطيت يعني أحداث كثيرة. يعني مرات يصير خطأ فني حتى في ظروف اجتماعية تصير للشخص نفسه، مرات يعني تكون مثلا ظرف خاص ممكن ما يغفرش اللي قام به علي فترة الماضي، وانت تحدثت لي بحكم ان احنا أسرة واحدة. يعني انت حكيت لي علي ظرف صار معك، علي موقف صار معك، ان فيه ناس يعني مرات ما يقدروش ظرف علي انه هو ما جاش غطى شيء معين، ومرات الشيء المعين هذا يقعد حاجة مهمة يعني في المدينة نفسها. هو حمدي الانسان الطبعه ديما عنده ما يقدرش الظرف، يحبك انك تجري معاه وتدير معاه، هو يقعد عنده ترتيب كبير الموضوع هو يبي يديره، فيبيك تجي في قد الحدث او تغطي معاه وتنهي معاه تدير كل شيء، تدير معاه المستوره زي ما نحن نحكوا كده. لكن الانسان المراسل زي اي بني ادم اخر، عند البيت عند الاسره بحكم ان احنا متزوج وعندي طفل وعندي حياه رتبيه، الله يسلمك، وعندي حياه رتبيه وعندي خاطي الدراسه والعمل. يعني الانسان عنده عدد من كبير من التراكمات. انا في اول سنه في انطلاق الحدث تزوجت 360 تقرير. كويس تمام. يعني في مدى الاثنين انت عندك في مدى في مدى سنه. يعني الناس ضروري تفهم ان في شيء عند حياه خاصه. يعني والله انا اقول لك حاجه بصدق وبامانه وما بنشكرش روحي، انا نحكي لك في حقيقه انت ادرى شخص بها انك بحكم قربك لي. صح
ليبيا الحدث والعمل في مجال الإعلام غير وسطات أكثر يعني. لا والله ما فيها وسطات واخذ أكثر من مجال أخ واخذ أكثر من الأخ واخذ أكثر من وقتي في الأسرة. أنا نقعد مرات بأسبوع برا الحوش لكن عادي هي هو عمل وانت قادها ما عندكش كيف تدير تمام. يعني شنو نقوله لأهل المرج في الناحية هذه يعني. هل المرج هلنا وناسنا وفوق راسنا من فوق تمام. مهما نديره مهما نخدمه مهما نديره هذا حقنا وهذا حقهم وهذا واجبنا تمام. بحكم أن اليوم يعني يعتبر احنا دخلنا في العام الثالث لقناة ليبيا الحدث يعني شنو تقول الناس اللي تعتقد أنك أنت مقصر معاه اليوم؟ والله سامحوني قلهم اصبروا حتشوفوا أكثر بإذن الله تعالى. ليبيا الحدث في حلتها الجديدة حتقدم من الأكثر الأكثر وما زالت على الواحد تمام. باسط أنت أكيد نفس المشكلة تواجه فيك يعني أكيد في أكثر من اتصال يجيك رغم أنك أنت يوميا أعتقد يعني أنا يعني حكم يعني تواجدي في غرفة التحرير وغرفة الأخبار مع شباب يعني فيه عدد وكم هائل من المواد الإعلامية اللي جينا من طبرق وضواحيها لكن أكيد في اتصالات يعني معينة من بعض الأشخاص يعتقد أن باسط في منا 10 أشخاص يعني صح مرات تكون صح في نفس المكان وفي نفس الساعة صح في عدد من الأماكن. هي عادة على الحدث اللي يصير داخل المدينة مرات يعني يصير حدث له أولوية يعني وذو أهمية ممكن يكون أنا مغطي في الحدث هذا ويجيني اتصال في نفس الوقت يقول لي توا عندك تاخذي أخرى في المكان فلاني مثلا هنا أنا ممكن نحس في مشكلة يعني ونحاول اني نغطي للامانه خاصه لانه طبرق يعني تو العاصمه السياسيه للبلاد يعني بحكم ان فيها مجلس النواب وكذا اكيد اكيد تمام. يعني هل مثلا انت كان في حدث يعني حدثين في نفس اللحظه مثلا في مجلس النواب وكان في حدث مثلا في المجلس البلدي او يصير جيت وزير او كذا؟ طبعا قبل جيت هنا هنا الاحتفاليه القناه قبلها بيوم كان عندي اوردر خاص الشؤون الفنية كتيبة 506 أوردر يعني مكلف بمهمة مكلف بي يعني له ذو أهمية خاصة يعني مهم وفي نفس الوقت كان في تقضية حدث في الميدان لجمعية الميدان بسلة رمضانية ما قدرتش إني نوفق بها يعني جاني اتصال وقلت لهم يا جماعة راني نا قاعد نغطي في أوردر لو إني نا كملت حنحاول إني نلحق عليكم يعني يصيرا وفي اللي تفهم الموضوع أمانة وفي اللي مرات يشيل منك أنا نحب إني نقول لهم يعني يسامحوني فيها اللقطة دي يعني. تمام. فهمي واجهتك نفس الإشكالية أو لا يعني إذا كنت سمعتنا؟ والله عاود السؤال يا أخي حمد. هو مش سؤال إحنا حيني حكينا مع الشباب أن الناس مرات ما تقدرش الظرف اللي أنت فيه يعني مرات يبقى فيه مثلا حدثين في نفس الوقت ومرات يعني أنت تختار الأهم فيهن والآخر والشخص الآخر يزعل يعني شنو تقول يا فهمي اليوم للناس اللي فهمتك غلط للناس اللي ما قدرتش ظرفها للناس اللي أنت ممكن كنت يعني حاب أنك أنت تغطي لهم العمل امتاحهم لكن الله غالب يعني ما بيد حيلة كيف ما يقولوا أنت فهمي سمعتني أنت عارف يا أخوي حمدي أنا نغطي في مساحة من منطقة المقرون أو يعني منطقة مقرون شرقا شرق جداب يعني لغاية منطقة أهراوة أو قريب يعني منطقة اسمها القنديل غربا وفي جنوب لحوالي 200 بوابة 200 يعني في وقت يعني تكون تغطي مش حدث يعني ممكن حدثين أو ثلاثة في نفس الوقت فطبيعي انك مستحيل ترضي جميع الاطراف يعني تمام. مشكور يا فهمي القبائلي مراسل قناه ليبيا الحدث اجدابية ويعتبر فهمي يعني من المراسلين الحابين اللي غطوا احداث كثيره واحداث مهمه بالنسبه لليبيا وشكرا يا فهمي على تواجدك معنا اليوم وكل عام وانت بخير وان شاء الله القادم افضل باذن الله. علي يحكي لي لو كان فيه مواقف صارت معك خلال تغطيه بعض المناشط أو بعض الأحداث يعني في مدينة المرج أو حتى يعني ضواحيها. المواقف لا تعد ولا تحصى يعني لو نقعد نحكي لك حنقعد نحكي لك على واجد باجدهت إنه مش واحد ولا اثنين لكن اللي يحضرني مرة مشيت كنت نصور في موضوع على الحصاد فنحن نصوروا في نفس الوقت اتصلوا بي القناة كانوا يبوا أوردر في تركينة أخرى. المشكلة أني كنت جايب سيارة وسيارتي أنا قلت لي نريد عدي بها ما نقدرش نمشي بها. أنا لما يكلموني الإدارة كلمني القناة وأنا قاعد في أي مكان حتى ولو ظروف مش مؤاتية تم أوكي نسكر وصلت ما صلتش أهم شيء تم أوكي ما فيش لها ضروري نقول أوكي لا نو
هذا الموقف اللي صار ما وصلتش المادة، صار نقاش في البداية وكذا، لكن طبعا تفهم الموضوع ومشى. هذا من الموقف اللي ديما يصير معي أغلبيتي على تنظيم الوقت نفس ما قال لك فهمي وباسط، لكن في الأغلب يعني نحاول على قد ما نقدر نستر مع الجميع. تمام. باسط، يعني أنت بجانب إلى كونك مراسل يعني فنان، وأعتقد أن عندك مواهب متعددة، يعني احكي لي على شخصية باسط، يعني ماذا يملك باسط غير كونه هو مراسل؟ والله جانب الإخراج طبعا واخذ الحرف هذه من الوالد بحكم أنه هو مخرج، الموسيقى فن، ولكن يعني عملي كمراسل والمسؤولية اللي على عاتقنا نحن كقناة ليبيا الحدث يعني تخليني أغلب وقتي أننا في مجال الإعلام. تمام. شباب، شو رايك لما نشوفوا الفيديو هذا اللي مقتطفات من قناة ليبيا الحدث، مراسلين مخرجين مذيعين، ومن ثم نرجع ممكن حنكون فيه ختام بسيط، ومن ثم يعني نشكركم في نهاية هذه الحلقة. نشاهدوا هذا الفيديو مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعاود مع مراسلينا اللي كان لهم أو هم الشريان الأساسي لقناة ليبيا الحدث. زالت مستمرة حلقتنا مشاهدينا الكرام في من خلال برنامج أخبار البلاد، واليوم يعني في ضيافتي عدد من الزملاء، غادرنا فهمي القبائلي مرأس قناة ليبيا الحدث اللي نشكره من إجدابية، كذلك يعني ما زال معي علي رقان وباسط الفتوري. ممكن باسط، أنت قلت لي عندك موهبة الإخراج والتصوير طبعا بالإضافة للتصوير، وأعتقد حتى مش أعتقد أكيد يعني الغناء، احكي لي شويه كيف خشيت للفن، يعني من اي باب خشيت للفن؟ والله يا حمدي بدايتي في الفن يعني كانت قديمه شويه، يعني بدايه 2005 يعني اتذكرها، اشتغلت مع شركات انتاج في طرابلس، اصدار البوم ومن ثم سينجل، وما بعد الاحداث اللي صارت في بلادنا كيف ما نعرفوا، الوضع يعني ما عادش خلاني نلتجئ للفن مره اخرى بحكم الوضع، يعني الواحد يعني حتى نفسيته ونيته كي ما عادش عنده رغبه انه هو يؤدي ولا يدير عمل، الا الجانب الاعمال الوطنيه الداعمه للقوات المسلحه وترفع معنويات جيشنا وقضيه ليبيا. نعم. بعدت شويه هيك على الفن، وقلت لك بحكم مجالي والمسؤوليه اللي نحن كلفنا بها تجاه عملنا. نعم. علي، يعني شنو من الممكن يكون عند المراسل خلال تقنيته للأحداث، يعني شنو احتياجات المراسل المتكامل في تقنيته للأحداث وكذا؟ نحن نعرف أن
ممكن بعض المؤسسات الأمنية وحتى بعض الجهات الخاصة والعامة يعني تشكي من عدم يعني وجود مثلا مراسل في المدينة لتغطية الأحداث. هذا شيء. الشيء الآخر عدم وجود مثلا بطاقة شخصية أو بطاقة رسمية لقناتها أو كذا. يعني مرات أنت يكون عندك ضغط شوية ومشيت لمكان معين، يعني كان في احتفالية معينة وجاي وفد من برا وكان فيه مثلا أمن مثلا، كيف أنت تحاول أنك تصرف يعني في المهمة هذه، وشنو من الممكن يفعل المراسل أو شنو من الممكن أن تكون معه من 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 إمكانيات نقصد يعني. في السابق طبعا أغلب المؤسسات الإعلامية تشتغل على طاقم كامل متكامل، يعني بحيث أن يكون في مراسل ومهمته فقط عبارة عن المايك، يكون معه مصور، يكون معه حد في المونتاج أو الحركة. لكن الموضوع هذا كما مكلف بالذات في الفترة الأخيرة مع الأزمة وظهور المنهج الأمريكي، كان يعتمد على المراسل المتكامل، بحيث أن المراسل يمتلك ثلاث مواهب: أنه هو يصور ويثبت الكاميرا ويطلع يدير الخاتمة أو بداية التقرير، في نفس الوقت يمنتج يبعث للقناة. النموذج هذا أسهل، فتم تعتمد عليه أغلب القنوات وأغلب المؤسسات الإعلامية، بحيث أن المراسل يكون متكامل، يصور ويمنتج ويرسل في نفس الوقت للقناة. بالنسبة للتنسيق الأمني، هو من في العادة في الأغلب يعني أي موضوع يكلمون عليه يكون المؤسسة أو المكان أو الجهة اللي دايرة تنظيم هي منسقة على من حيجي، مبلغة جهات الأمنية، مبلغة أن في أربع فلان، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بيجوا هذوم إعلاميين، خطي ضيوفه وخطي غيره. لكن في الأغلب أي مراسل في أي منطقة أو في مدينته من كثر العمل أو متنقلة من المؤسسة لمؤسسة، وحكم أنه خلاص عرف أنه هو إعلامي أو صحفي أو مراسل خلاص، فيعني الوجه يصبح هو بطاقة، يعني وين ما تمشي عارفينك، مستحيل حد يحدثك، وحتى الشنطة مستحيل حتى تفتش أوقات، لأنك خلاص بحكم عملك وكذا عارفينك أنت ليش جاي، والعارفينك أنك أنت جاي تغطي في الموضوع وكذا وكذا. لو صار خلل أو كذا تنسيقك كله مع إدارتك ومع الجهة اللي دعيتك، أما غير هيك أنت غير ملزم. تمام، بسط الكلمة الأخيرة اللي أنت حاب أنك تقولها للمراسلين يعني الجدد يعني اللي تو خشين على مهنة المراسلة، شنو النصيحة اللي أنت تقدمها لهم؟ النصيحة اللي نقدمها لأي مراسل يعني خاش على الحرفة هذه، نقول لازم يكون عندك وسعة بال وصبر، وتعرف كيف تتعامل مع الجمهور، وتحاول أنك أنت تجتهد تسعى في جيبة الخبر، وتعرف كيف تتعامل مع المواقف اللي يصير قدامك من المتلقي. يعني انت لازم يعني مهما يكون اللي قدامك في حاله غضب او مثلا مش متفهم عليك، لازم انك انت تمتص غضبه وتحاول انك انت تكون يعني تقد تعرف كيف تتعامل معه. يعني وبالاضافه يعني تكون عندك دائره كبيره من العلاقات، بحيث انك انت يعني تمكن جميع المسؤولين وجميع المواطنين من المشاركه من خلال البرامج المعينه اللي تبثها قناتك انت كمقر رئيسي. يعني انت كونك مراسل اكيد يعني حتكون في علاقتك بالمسؤولين في المنطقه اللي انت موجود فيها حتكون يعني جيده، كونك انت يعني انهم هم يصرحوا بتصريحات خاصه للقناه نفسها او غيره. يعني شكرا باسط الفتوري مراسل قناه ليبيا الحدث لطبرق، ايضا مشكور علي الرهقان مراسل قناه ليبيا الحدث بالمرج، شكرا للزميل فهمي القبايلي مراسل قناه ليبيا الحدث اجدابيه، طبعا اشكر ايضا الزملاء ابراهيم الوافي المهدي شريف، الزملاء اللي لم يحالفوا من حظ المشاركه معنا في هذه الحلقه ولكن حيكون معنا في حلقات قادمه باذن الله. حمدي بس عندي اضافه اخيره. نعم تفضل علي. أنا في نهاية الحلقة نحب أول حاجة نهني جميع الموظفين وجميع العاملين في القناة، لأن هي أساسا من غيرت وحدثت في تغيير كثير في حياتي وعلى في المهنة بشكل كبير. يعني خاطئ أني مراسل وقد غادي من جيه أنا تعلمت الكثير. ثانيا نحب نقدم أسف، الأسف هذا لعائلتي، يعني في الأغلب الوقت ديما في المهنة مبتعد عليهم، فأرجو أنهم يسامحوني ويقدروا أن هذا الظرف عبارة عن أكيد أشوف فيه الظرف هذا عبارة عن من أجل لقمة العيش أو من أجل مهمة. شكرا يا علي، وإن شاء الله ما يكونش يعني فيه نوع من الخوف. يعني لا 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 مش خوف، مش خايف. فهمت غلط أنت. لا 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 مش خوف. شكرا زميل علي الرهكان مراسل قناة ليبيا الحدث المرج، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. نشكر قناة ليبيا الحدث إدارة وموظفين على الاحتفال القيم الذي كان اليوم، الذي شرفنا وأطربنا ويعني استمتعنا به. كل الموظفين كانوا سعداء في هذا الاحتفال الخاص بموظفي قناة ليبيا الحدث
الذي له رمزية وقيمة كبيرة في نفوسنا حتى يكون فيه يعني قوة للعمل من جديد. وقناة ليبيا الحدث لا تزال على العهد وستكون على العهد دائما معكم لحظة بلحظة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أشكر الطاقم اللي مصاحب لي في هذه الحلقة، وأشكركم أنتم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية